تو حضرات آئیے قرآن مجید کی روحانی دولت میں اپنے پاک میں تقسیم فرمانے کے لیے میں ارغزوار ہوں زینت القرہ فخر القرہ خطیب ملت حضرت علامہ مولانا قاری محمد افضل نقشبندی صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور تلاوت قرآن حکیم سے آج کی اس بزم کا آغاز فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وكان الله بكل شيء عليما، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا،
وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سلام وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم وأعد لهم أجرا كريما صدق الله.